ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رانا معاكم. المنتج اللي انا جاي اقدمه النهاردة هو الأغطية الذكية. يعني انا بلاقي عندي حاجات محتاجة ان انا اغطيها علشان ريحتها ما تبانش، علشان تحافظ عليها، زي مثلا سلطة، زي فواكه، زي مكرونة، زي معجنات، زي علب مفتوحة، أخزن خضروات زي النعناع، جرجير، خس، أيا كان محتاجة إن أنا أخزنه لازم أغطيه علشان يقعد فترة طويلة. ده بيكون من خلال الأغطية الذكية، تقعد 3 أسابيع. يعني الحاجات دي ممكن تقعد 3 أسابيع متغطية ما يجرلهاش حاجة. هي أولا بتكون مصنوعة من السيليكون. السيليكون دوت بيكون ضد الحرارة، بمعنى إن أنا ممكن أدخل الميكرويف ما يجرلوش حاجة. بيكون سهل جدا جدا ان انا اغسله واستخدمه اكتر من مرة. بيكون 6 أغطية مع بعض باحجام مختلفة بقى، علشان كده اي اناء ممكن ان انا اغطيه، اي حلة ايا كان ممكن انا اغطيه بالاغطية الذكية. بيكون مثلا 6.5 سنتي وفي غطاء تاني 9.5 سنتي وفي غطاء 11.4 سنتي وفي غطاء 14.6 سنتي وفي غطاء 16.4 سنتي وفي غطاء الأخير اللي هو الكبير بيكون 20.4 سنتي. زي ما قلنا انه يعني قابل ان انا اغسله، وكمان بيتمدد علشان برضو لو في حل عندي اوكي المقاس دوت يناسبها، بس لا محتاجة ان هي يعني شوية كده علشان تناسب، ان انا امددها شوية علشان تناسب. بي هيناسبها، هقدر ان انا اغطيها بشكل كويس كده. مش محتاجة بقى ان انا اجيب اكياس بلاستيك، مش محتاجة نايلون، حتى لو جبت ادخل الميكرويف ازاي؟ لا مش تنفع. فالاغطية الذكية افضل بكتير. وكمان الاغطية الذكية يعني كده ممتازة بما فيه الكفاية انها تحافظ لي على الاكل بتاعي. ده انا لو عايزة اغطي حاجة ما تتسربش، لا اوكي ممكن بغطيها من خلال الاغطية الذكية. كل اللي انا بعمله او كل اللي هي بتعمله اللي هي الاغطية الذكية، انها بتفرغ الهواء اللي موجود في الاناء، فكده تماما تماما الاكل اللي ما يجي يطلعه بعد كده بيكون طازة. زي ما قلنا بيقعد 3 أسابيع متغطي بالأغطية الذكية دي ما بيجرلوش حاجة. وكمان قلنا برضو ان هي بتكون مقاومة لدرجة الحرارة. بعدين الأغطية الذكية ممكن يعني هي اي بقى نوع من انواع الـ يعني الاواني، بايركس بغطيه بلاستيك، معدن، خزف، ايا كان ممكن بستخدم من خلاله الأغطية الذكية، استخدمها لأي حاجة ايا كانت. فكده يعني بجد بجد شيء تحفة ان انا استخدم الأغطية الذكية دي. لو في حد بقى شايف ان في حاجة انا ما وضحتهاش ممكن يسيب لي سؤاله دوت في تعليق. كمان اللي حابب يعرف السعر موجود في الوصف، وكمان اللي حابب يطلبه بيتصل بينا على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، ولو كان من خارج مصر بيكون 002-011-54-37-6696، وممكن يرسلنا على الواتس على نفس الرقم دوت. واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.